لما أشغلته الخيل عن الصلاة ماذا فعل في الخيل؟ ردوا عليه، عقرها وذبحها. قال ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق لأنه أشغلته عن الصلاة. طيب لما فعل ذلك مع أنه عليه السلام كان يعشق الخيل، كان يحب، لدرجة أنه تخيل من كثرة حب سليمان عليه السلام للخيل إنه جالس يتفرج عليها سرحان. أنا أريدك تتصور المنظر، إن هيمان وسرحان في الخيل ينظر إليها حتى جاء وقت صلاة العصر وغابت الشمس وهو جالس يتفرج حتى اكتشف. صح ردوها عليه، هذه التي أشغلتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق لما تركها لله. عوضه الله ولا ما عوضه؟ ها؟ ليش عوضه؟ هل من العدل أن يعوضه؟ لا. تعرفون ليش؟ ما هو من العدل أن يعوضه، تعرف ليش؟ لأن هذا جزاء التأخير، جزاء الغفلة الذي غفلها سليمان عليه السلام. فهذا هذه بهذه خلاص، هذه بتلك انتهى. ولكن من كرمه علينا أن من أسمائه ماذا؟ الشكور. فعوضه، ماذا أعطاه بدل الخيل؟ الريح، رياح. تخيل، خيل ولا رياح؟ أيهما أعظم؟ رياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.